أحب أنه اليوم نعلن إلى جميع مواطني أهالي القوش الكرام أنه تم بجهود الناحية بجهود مديريتنا فتح مكتب للرعاية الاجتماعية لقسم الرجال وقسم النساء مع بعض في ناحية القوش في مديرية بناية مديرية ناحية القوش. طبعا احنا سعينا إلى هذا الموضوع من قبل طبعا تقريبا عدة أشهر وتم الحصول موافقة معالي الوزير على فتح المكتب في ناحية القوش، علما أنه في السابق كان المكتب غير موجود وكان يقتصر على ناحية فايدة أو برطلة أو شيخان، فلذلك كانت صعوبة النقل للمواطن اللي يشمل موضوع الرعاية اللي هو مشمول في الرعاية كان لازم يتوجب عليه أنه يروح إلى ناحية فايدة أو إلى برطلة أو الموصل، فلذلك كان أكيد يعاني من الصعوبة في التنقل، صعوبة في مراجعة الدوائر، فلهذا تسهيلا لترويج المعاملات وتسهيلا للمراجعات واستفسارات المواطنين بخصوص الرعاية والمشمولين بالرعاية، فارتأينا إلى فتح هذا المكتب في مديرية ناحيتنا تسهيلا للمعاملات المواطنين وخدمة للصالح العام، وأكيد أنا أعتبر هذا إنجاز لكون أي عمل نقوم به اليوم هو لازم يكون في خدمة المواطن ويصب في مصلحة العامة، فبالتأكيد نحن دائما نسعى لخدمة المواطن في أي مجال كان ونسعى إلى فتح أي مكتب أو أي دائرة يتعذر على المواطنين مراجعة في دوائر الدولة في الموصل أو في أي مكان آخر، فإذا كان بالإمكان فتح هذه المكاتب في ناحية القوش سوف نسعى إليها ونستمر بإذن الله بفتح باقي المكاتب اللي تنقص في ناحية القوش التابعة لباقي المديريات والوزارات. تم افتتاح لجنة القوش عن طريق مطالبة من السيدة مديرة الناحية الست لارا، وخاطبت الوزير شخصيا حتى تستحصل موافقة لافتتاح هذه اللجنة، وتمت الموافقة، وبعد أن تمت الموافقة تم التوجيه من السيد مدير القسم بافتتاح لجنة في القوش، الغرض منه يعني مراجعة المستفيدين مراجعة مباشرة ضمن هذه الرقعة الجغرافية اللي هي القوش والقصبات المحيطة بها. صراحة عدد المستفيدين في القوش والقصبات المحيطة بها 4000 مستفيد، فهذا يتطلب أنه نفتح لجنة ونقوم بمواجهتهم مباشرة في حال قطع راتب أو تحتاج المعاملة مالته إلى زيارة باحث أو لإنجاز البيان السنوي أو أي متغيرات ثانية. وإحنا جهة تنظيمية نحاول نوجه المستفيد في حالة أنه المعاملة مالته تحتاج أنه يزور يعني يذهب إلى برطلة إذا كانت بها معاملة إدارية أو حسابية، لأنه بهذه اللجنة هي فقط حاسبة ما تحتوي لا على شعبة موارد بشرية ولا تحتوي على شعبة حسابات. اللجنة الفرعية للقوش تابعة إلى هيئة الحماية الاجتماعية شبكة الحماية الاجتماعية قسم سهل نينو. الفئات اللي تراجعنا اللي هي الفئات المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية اللي هي إما عاجز أو عاطل عن العمل أو يعني طالب متزوج، يعني هذه الفئات اللي موجودة عندنا. كل واحد له سياق خاص وله معاملة معينة يتقاضى بها الراتب عن طريق الكيكارد دفعة كل شهرين. أي استفسار لأي مستفيد يتعامل مع يعني مستفيد هو من شبكة الحماية الاجتماعية يجي يعني يراجع هذا القسم مباشرة حتى نشوف المشكلة ماله أشن هي ونوجهه إلى الدائرة الرئيسية اللي هي برطلة لحل المشكلة مالته. الغاية من وجود هذه اللجنة هي لتسهيل أمر الدائرة الرئيسية ومنع الإرباك بالعمل بحيث المستفيد يجي علينا مباشرة ونشوف بالحاسبة شنو هي نوع المشكلة ونكتب له ورقة، عن طريق هذه الورقة يروح يراجع الشعبة المعنية في قسم سهنينو. وهذه اللجنة بها قسمين، قسم الرجال وقسم النساء. بالنسبة لقسم النساء عندهم حاسبة خاصة
يراجعون وأسباب يعني اللي أكثر المتقدمين للمراجعة لهذه اللجنة هي إما أسرة معدومة الدخل أو عاجز كبير بالسن أو مريض أو ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. والفئات المشمولة أيضا بالمرأة هي الأرملة والمطلقة وزوجة المفقود والأسرة النزيل المودع في السجن بقرار من المحكمة، وكذلك يتيم الأب أو الأم أو يتيم الأبوين بشرط أن يكون قاصر. المستفيدين المسجلين قبل ما تفتح هاي اللجنة وزارهم الباحث، احنا نقوم باستكمال المعاملة مالهم لحين وصولهم للإصدار البطاقة الذكية. في حالة انه عنده سبب لأكو أسباب عندنا للرفض، انه اما يكون يتقاضى تقاعد او في البطاقة التموينية مالته من ضمن الأفراد احد يتقاضى راتب، تطلع عندنا مقاطعة بيانات اللي هي جاية من مركز تكنولوجيا المعلومات من وزارة التخطيط، ونوجهه للقسم الى شعبه الذاتيه يعني جلب كتاب للدائره المعنيه اللي طلعت من عندها مقاطعه البيانات من دائره الضريبه او دائره التقاعد. اذا جاء براءه ذمه بانه هو ما يتقاضى راتب من هذه الجهه، نرجع نعدل الموقف مالته ونحوله من مرفوض الى اصدار بطاقه ذكيه ونصدر له بطاقه ذكيه. اي مستفيد موجود ضمن هذه الرقعة الجغرافية تابع لناحية القوش يتوجه كل المراجعات مالته لهذه اللجنة مباشرة، وبعدها احنا نشوف اذا يحتاج انه يراجع الدائرة الرئيسية يحتاج، واذا ما يحتاج احنا نحل المشكلة. اكثر المراجعات اللي يراجعون بها هي المنحة الطارئة اللي صارت من سيد الوزير واللي تشمل المواليد من 89 لحد مواليد 2001، يعني الأعمار من 18 سنة إلى 30 سنة، متزوج أو غير متزوج يحق له التقديم، فقط الطالب ما يحق له التقديم بهذه المنحة لأنه راح تيجي منحة ثانية لفئة الطلاب.